السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملف موتور مروحة، شوف حضرتك كل مخدة عليها عوازل يعزل السلك النحاس عن الحديد عشان ما يلمس. مروحة شغالة سنين، العوازل دي بتنشف وبتحجر وممكن تيجي تبيت البلية أو تيجي تبيت الملف في الوش بتاع المروحة من أثر الدق. العوازل البيضة دي بتتكسر، عشان نحافظ عليها قبل ما تبيت البلية حط ورنيش. في واحد يقول لي طب ما السلك عليه ورنيش. ماشي، السلك عليه ورنيش، انا عايز العازل ده يجي عليه ورنيش عشان ما يتكسرش، يمسك وانا بدق وبسقط البلية. يعني بحط ورنيش عشان احافظ على العوازل ما تتكسرش. يوم هنا اسلم المروحة سليمة، مش هي جايالي سليمة وادهاله خربانة. لا، لازم احط ورنيش ليك انت، انت اللي بتعمل صيانة. الورنيش بيمسك لك العوازل لغاية ما تخلص شغلك. اما احط ورنيش بالطريقة دي هنا هيمسك لي العوازل، مش هخسر حاجة. شوف بفكها العوازل بتتكسر، هي عملية مش هتخسرنا حاجة. ما احط شوية ورنيش واحافظ على الملف وما سلموش لصاحبه. ايه جايبها لي سليمة، سلمها له تلفة. شوف انا اهم حاجة عندي العوازل. مش هخسر حاجة اما احط على العوازل. ناس تطلع تهاجم وتقول لك يا عم السلك اصلا جاي متورنش. ماشي يا عم، انا عايز ابيت البليه، والبليه ما بتدكش الا بالدق. في واحد يقول لي مكبس، اجيب مكبس عشان ابيت بليه بتاعه مروحه. بركز على العوازل اهو، خدها شمال ويمين اهو. هنا ضمننا ان العوازل شربت ورنيش، قصات البلية براحتي، ابيت الملف براحتي. عايز دقيقتين يحصل له اي خلل يبقى انا ضمنت ان هنا العازل عليه ورنيش ومكلبش في الجسم المعدن. وشكرا، سلام عليكم.